فندق الإقامة ونشوف ماذا حدث أو ماذا يحدث مع زميلنا كريم أحمد. شكرا ليك يا كابتن اسلام، برحب بيك في البدايه وبرحب بكل مشاهدينا وجمهور النادي الاهلي. تحدي جديد وموعد جديد وجوله جديده من بطوله الدوري العام، مباراه مؤجله من الجوله 25 الاهلي وبيراميدز على استاد بتروسبورت في تمام الساعه 8 مساء. ابدا معاك طبعا في البدايه وهي حضور الجماهير والامر الاكيد يمكن كل الصحافه امس والمواقع جمهور النادي الاهلي انشغل بهذا الامر مع الاجتماع المثمر والقوي جدا لمجلس اداره النادي الاهلي. زي ما يمكن وجهت الشكر امس يا كابتن اسلام من خلالك من خلال ملعب الاهلي، الشكر لمجلس الاداره، لابد ايضا كمان نوجه الشكر لمجلس الاداره وكل الجهات المعنيه وعلى راسهم ايضا كمان وزاره الداخليه اللي كان في استجابه سريعه لهذا الامر. النادي الاهلي تمسك بحقه وحق مشروع جدا وهو مبدا تكافؤ الفرص، ده امر مهم جدا في كره القدم. والنادي الاهلي اكيد كالعاده في المباراه الاولى مباراه بيراميدز والنادي الاهلي كان فيها حضور جماهيري وكانت على استاد الدفاع الجوي، واستاد الدفاع الجوي ما بيستقبلش جمهور، فكان في اصرار كبير جدا من مجلس الاداره ان يتمسك بحقه في حضور الجماهير. يمكن اكيد طبعا لو بنتذكر ان خلاص خرج قرار من اتحاد الكره ان المباراه ب 5000 مشجع، لكن فوجئنا باتجاه من الجهات المعنيه بان المباراه ستكون بدون جمهور، لكن مع الاجتماع اللي كان امس في ساعات متاخره وكان فيه اهتمام كبير جدا وتكثيف للاتصالات بكل الجهات المعنيه والمسؤولين ايضا في الدوله على هذا الامر، وبالفعل كانت استجابه سريعه جدا من الجهات المعنيه بالكامل ووزاره الداخليه على حضور النهارده جمهور النادي الاهلي بيتلخص فيه اعضاء الجمعيه العموميه. ان شاء الله باذن الله يكونوا متواجدين، مرحله مهمه جدا، مرحله دقيقه جدا لفريق النادي الاهلي، كل الجمهور مساند بشكل كبير، رساله كانت رائعه جدا في مباراه سان داونز الكل اشاد بيها، جمهور النادي الاهلي ادى رساله للجميع ان النادي الاهلي بجمهوره يقدر ان هو يصل الى ابعد الحدود ويبدا ان هو الفتره اللي جايه كمان كل البطولات النادي الاهلي اللي هيشارك فيها تكون من نصيب النادي الاهلي كعاده النادي الاهلي. اتذكر معاك واذكر الساده المشاهدين كابتن اسلام بقائمه فريق النادي الاهلي اللي تكونت من 18 لاعب بعد اختيار مستر مارك لاسارتي المدير الفني لهؤلاء اللاعبين على راسهم الشناوي، علي لطفي، حسام عاشور، احمد فتحي، ايمن اشرف، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، محمود وحيد، حمدي فتحي، حسين الشحات، عمرو السليه، علي معلول، ناصر ماهر، مروان محسن، وصالح جمعه، ووليد ازارو، وجونيور اجاييل، وجيرار. 18 لاعب جاهزين فنيا وبدنيا وذهنيا ايضا كمان ان شاء الله لهذه المباراه، لكن على الجانب الاخر بنفقد عدد كبير من اللاعبين، لاعبين مؤثرين بشكل كبير، يعني شريف اكرامي، وليد سليمان، سعد سمير، كريم ندبد، رمضان صبحي، اسلام محارب، وصلاح محسن، يمكن دول للاصابه، لكن محمد هاني للايقاف، احمد الشيخ، وهشام محمد للرؤيه الفنيه. يمكن رمضان صبحي عايز اتكلم عليه بالتحديد بجانب كريم ندبد مع سعد سمير، يمكن الثلاثي اللي تعرضوا لاصابات خلال المرحله الماضيه، رمضان ان شاء الله باذن الله يستعيد قوام جديد ويعود لمشاركه النادي الاهلي خلال المرحله الماضيه لغايه مؤثره، لكن زي ما بنتكلم وبنقول هو شعار النادي الاهلي، الاهلي بمن حضر، ده مش كلام فقط، اي حد بيرتدي تيشيرت النادي الاهلي بيكون متواجد في المستطيل الاخضر، لابد يكون على قدر المسؤوليه، لابد يكون شخصيه النادي الاهلي متواجده في روح الفانيلا الحمراء اللي النهارده بنراهن عليها بشكل كبير انها تكون ليها كلمه السر بجانب جمهور النادي الاهلي اللي متاكدين بشكل كبير ان يكون هو الدعم والسند الحقيقي والمسانده الدائمه من جمهور النادي الاهلي. كالعاده كابتن اسلام كنا متواجدين في فندق الاقامه في ملعب المباراه، يمكن فندق الاقامه طبعا الفطار كالعاده بيكون في تمام الساعه 10 صباحا، غداء 1:30، محاضره فنيه اخيره لمستر مارك لاسارتي المدير الفني بعد الدراسات يمكن المستمره والمكثفه خلال الايام الماضيه، متابعه شرائط فيديو، بعض الثغرات، بعض نقاط القوه والضعف. النادي الاهلي ما بيبصش لمين غايب في الفريق الاخر، ولكن النادي الاهلي مركز بشكل كبير في التكتيك والتشكيل والمهام الدفاعيه والهجوميه ان شاء الله اللي هتكون طبق النهارده في فريق النادي الاهلي في مباراه اليوم الاهلي وبيراميدز. كان في غلق ليها تدريبات خلال ال 48 ساعه الماضيه، وده امر مهم وامر جيد جدا من مستر مارتن والجهاز الفني لفرض مزيد من التركيز. مباراه مهمه نظرا لحسابات الجدول، نظرا كمان للمباراه الاولى اللي جمعت نادي بيراميدز والنادي الاهلي، فلها حسابات خاصه جدا عند لاعبي النادي الاهلي وعند الجهاز الفني وعند ايضا كمان مجلس الاداره. باذن الله ان شاء الله الكل على القرب رقم واحد، النادي الاهلي يقدر يحقق النهارده انتصار وفوز مهم جدا يساعد النادي الاهلي في بطوله الدوري العام، يعود النادي الاهلي من جديد لسلسله الانتصارات المعتاده عن طريق النادي الاهلي. من خلالك كابتن اسلام وان شاء الله من خلال ملعب الاهلي هنكون متواجدين في استاد بتروسبورت، ننقل كل الاخبار، الصوره، ارضيه الملعب، حضور الجماهير، كل الكواليس الخاصه باستاد بتروسبورت ان شاء الله تكون من خلالك ومن خلال ملعب الاهلي. عاود ليك يا كابتن اسلام. شكرا جزيلا كريم احمد، طمنا الحقيقه على الفريق، وبعد دقائق قليله هنعرض لحضراتكم تحرك اتوبيس الفريق الى ارض الملعب
لانه زي ما حضراتكم عارفين دايما من خلال قناه النادي الاهلي بنعرض لحضراتكم او من خلال ملعب الاهلي بنعرض لحضراتكم كل ما يخص فريق النادي الاهلي. زي ما حضراتكم هم زي ما حضراتكم شايفين اللاعبين نازلين من بعد المحاضره الفنيه وبعد ما خدوا شنطهم ورايحين ان شاء الله على الاتوبيس وهيتحركوا حالا الى ملعب بترو سبورت لملاقات نادي بيراميدز واحده زي ما قلت لحضراتكم من اهم المباريات اللي هيلعبها النادي الاهلي خلال هذا الشهر، شهر صعب، شهر طويل، نتمنى ان شاء الله ان هو ينتهي على خير من خلال وجود النادي الاهلي دائما كمتصدر للدوري العام المصري.